يعطيكم العافية يا جماعة. إن شاء الله اليوم بدنا نكمل على المواضيع اللي بلشنا فيها المرة الماضية. آخر إشي كنا نحكي عنه المرة الماضية كان اللي هو الـ Public Key Infrastructure. أوكي، خلينا نعمل شير للسيت أوف سلايدز لنا إياهم. أوكي، Public Key Infrastructure. حكينا حتى الـ Asymmetric Cryptography تشتغل عندنا بطريقة، أو الـ Asymmetric Cryptography System يشتغل عندنا بطريقة صحيحة، أنا بدي Tool أو Infrastructure موجودة حتى أعمل Management للـ Certificates اللي هم فعلياً الـ Public Keys. حكينا عندنا 3 Main Models ممكن نستعملهم، عندنا الـ Monopoly Model، عندنا الـ Oligarchy Model، وعندنا الـ Anarchy Model. Monopoly Model احنا عندنا فيه only one certificate authority، وهو المسؤول عن كل شيء. حكينا مشكلته انه فكره او موضوع اللي هو السنجل بوينت اوف فيلير، اذا صار انا عندي مشكله معينه شو اللي او شو الضرر اللي ممكن يسبب لي. اوكي، Oligarchy Model اللي هو موضوع الطبقات، حكينا اموره تمام التمام، بفيدني بفكره الكلاينت سيرفر بروتوكول، ريلايبل، اموره تمام التمام. Anarchy Model بالعاده احنا بنستعمله بالبير تو بير نتوركس، بحيث انه كل شخص هو المسؤول عن المانجمنت للببليك كي تبعه. حكينا في عندنا حتى نعمل انه انا هل اثق بالشخص هذا حتى افرض ذات ولا لا اثق فيها. في عندنا أكثر من موديل، واحد منهم نستعمله بحيث إنه يحكي لنا أوكي بالبداية أنا بثق بالكل، أو الموديل الثاني يحكي لك أنا بالبداية ما بثق بحدا وحسب الأكشنز اللي بتاخذوهم أنا ممكن أثق فيه أو لا. هذول 3 مين مودلز اللي إحنا نتبعهم حتى نعمل مانجمنت للسيرتيفيكت. في أي سؤال؟ في أي شيء مش واضح؟ أمور كلها تمام تمام؟ تمام دكتور. تفضل. لا حكيت تمام. تمام. اوكي، اذا اليوم راح نغطي موضوعين. الموضوع الاول حكيناه بالمحاضرات الماضيه بس ما جبنا له سكشن لحاله، اللي هو بالوضع الطبيعي او على ارض الواقع او تطبيقيا كيف احنا بنتعامل موضوع الكونفيدنشاليتي. والشغله الثانيه نحكي عنها اللي هي اليوم اللي هي موضوع الانفورميشن هايدنج. فبدنا نبلش بالاول بالكونفيدنشاليتي ان ذا ريل وورلد، إن على ارض الواقع تطبيقيا كيف احنا بنتعامل مع فكره الكونفدنشاليتي، كيف ممكن نحققها. حكينا احنا عندنا نوعين اساسيات، عندنا سيمتريك وعندنا اي سيمتريك. مشكله السيمتريك كريبتوغرافي انه بحكي لك انه لازم يكون انا عندي شيرد كي ما بين الترانسميتر والريسيفر. هاي المشكله الاساسيه، انه كيف بده يكون الكي اوريدي شيرد ما بين او شيرد ما بين الترانسميتر والريسيفر. هاي المشكله الاساسيه اللي احنا عندنا اياها، فبدنا نحاول نحلها. مشكلة الاسيمتريك انه بالسايز، اذا انا عندي الكي اللي انا بدي اياها تكون السيستم تبع سكيور، انا بدي احجام كبيرة، نحكي عن 1024 بتس وطالع. اوكي، يعني بنحكي عن 300 و400 ديسمال ديجيت على الاقل، نحكي عن ارقام جدا كبيرة. فكيف بدي اتعامل معهم؟ كيف بدي اعملهم مانيبيوليشن؟ كيف بدي احكي؟ حكينا الاسيمتريك كريبتوغرافي بحل لي مشكله شو؟ اللي هو الشيرد كي. بنحل مشكله الايش؟ الشيرد كي باستعمال الاسيمتريك كريبتوغرافي. ففعليا السيمتريك والاسيمتريك بيكملوا بعض. السيمتريك حجم الكيز تاعته صغيره مقارنه بالاسيمتريك، وبالتالي فهو سريع، ولكن انا بدي شيرد كي، فبدي اللي هي فكره السيشن كي انتر الاكستشينج او الكي اكستشينج بروبلم اللي احنا عندنا اياها. فبالعاده احنا شو بنسوي؟ بنحكي كالاتي، انه بالبدايه بنستعمل احنا الاسيمتريك كريبتوغرافي حتى اعمل كرييشن لسيشن كي ما بين الطرفين، بعدين ايتش سبسيكونت مسج انا بدي اعملها انكربشن بستعمل هالكي اللي اوريدي احنا عملنا له شيرنج. فبالبدايه بتكون عمليه بطيئه شوي لحتى نعمل شيرنج للكي. بعد ما نعمل شيرنج للكي نستعمل او كل عمليات الانكربشن بتكون انا عنديها بتتم من خلال ايش؟ هالشيرد كي وكاسيمتريك كريبتوغرافي. اوكي؟ ف
فالادفانتج للسيمتريك كريبتوغرافي اول شيء سبيد سريعه، وانا ما بحتاج لببليك كي انفراستراكشر. بالمقابل كديس ادفانتج انا بدي شير كي يكون موجود ما بين الترانسميتر والريسيفر، هاي الديس ادفانتج. الاسيمتريك كريبتوغرافي ادفانتج له انه انا ما بحتاج شير سيكرت يكون موجود، وفكره الاوثنتيكيشن فكره انه انا اكون متاكد من وين الداتا جايتني، وبالتالي امنع ريبيوتيشن، اعمل احقق النان ريبيوتيشن. بالمقابل انا بحتاج يعني الديس ادفانتج له انه هو بطيء، وانا بحتاج الايش؟ الببليك كي انفراستراكشر تكون موجوده، فالثنتين بيكملوا بعض. اوكي، فهاي هي مينلي التكنيك اللي مستعمله. طبعا هاي بابسط صورها، في لها شويه مشاكل وانحلت مشاكلها، وراح نحكي ان شاء الله بجزء البروتوكولز عن شو المشاكل الموجوده عندنا اياهم بسيستم زي هيك. اوكي، فمين اللي اليس بتودي لبوب، بتودي له بتعمل كرييشن لراندوم كي سيشن كي، راندوم سيشن كي، بتعملها انكربشن باستخدام بوبس بابليك كي، بتوديها لبوب، بوب بيعمل الديكربشن باستخدام برايفت كي تبعه، بصير الكي مشترك ما بين الترانسميتر والريسيفر، ما بين اليس ما بين بوب. اي مسج بوب بده يوديها لاليس، او اي مسج اليس بده توديها لبوب، بتكون انكربتد يوزنج السيشن كي اللي احنا عملنا له كرييشن هسه. اوكي تمام، هيك الجهتين بيكملوا بعض. في اي سؤال؟ يعني النوتيشن احنا ممكن نستعملهم اذا قلنا بنحكي بالاسيمتريك كريبتوغرافي وشفت المسج اي كلوز بسكوير براكتس، نعرف انه انكربشن بالبرايفت كي، كيرلي براكتس بابليك كي، واذا شفت النوتيشن موجوده انا عندي هون، هذول بسلايد احنا 93 بنحكي انكربشن للبابليك كي، طبعا عملت انكربشن اي، عملت ديكربشن دي، انكربشن للبابليك كي باستخدام الكي كي بهذه الطريقه، والديكربشن للسايفر تكست يوزنج، عفوا انكربشن للبلين تكست مش للبابليك كي، والديكربشن للسايفر تكست باستعمال الكي كي بهذه الطريقه. اوكي تمام، اي سؤال لحد الان يا جماعه؟ في اي شيء مش واضح؟ امور كلها تمام تمام؟ في شيء نرجع نعيده؟ يعني انا بفترض كل موضوع الكونفيدنشاليتي اموره تمام وواضحه وكله ممتاز. طيب نحكي عن اخر موضوع عندنا اياه اللي هو فكره الانفورميشن هايدنج. اول شيء بدنا نحكي انه ليش احتاجنا للانفورميشن هايدنج؟ يعني الانكربشن موجود اموره تمام، ليش انا بحتاج للانفورميشن هايدنج؟ في حال انا استعملت الانكربشن، فالسايفر تكست اللي بيطلع معي لازم واحده من شروط اي سايفر انا بعملها جنريشن او بعملها كرييشن او بعملها ديزاين، انه السايفر تكست اللي بيطلع عندي اياه تو ابير راندوم، ما في عندي فيه اي باترن موجود، ما حدا بيقدر يتفرج عليه ويعطيني اي انفورميشن عن سواء البلين تكست او الكي. اوكي، هاي واحده من شروط الايش؟ السايفر تكست. ففعليا اذا انا كاتاكر عم بتسمع على شو اللي العمال الترانسميتر والريسيفر بيعملهم اكسشينج، وشفت راندوم داتا عم تتودى بيناتهم، اوكي مباشره بعرف انه في انا عندي شيء انكربتد بتودى بيناتهم. فزي كاني انا بحكي للعالم، انا كيوزر للسيستم، زي كاني بحكي للاتاكرز انه يا جماعه انا في عندي شيء مهم هون عم بوديه. اوكي، حاولوا اعرفوا فعليا هي العمال بحكي لهم اياه. فإذا كنت أنا مستعمل سايفر ضعيف نوعا ما أو كي مش 100% انكسرت الأمور ونعرف الكي وكل السيكرتس نعرفه. أوكي، فاستعمال الانكربشن زي كأنه إحنا نحكي للجماعة للناس إنه يا جماعة أنا عندي شيء مهم هون تعالوا أعرفوا، زي كأني بحكي لهم يا جماعة أنا عندي خزنة بالبيت حاطط فيها ذهبات، الزلمة اللي يجي يفتح الخزنة نفس الشيء بالضبط. فبعض الأحيان بنضطر انه ايش نساوي؟ بعض الاحيان بنضطر انه نودي الداتا اوكي اوفر انسكيور شانل بدون ما اعرف حدا اني عمالي بودي ايش؟ الداتا. تمام؟ بدي اخبي الداتا او السيكرتس تاعوني جوا شيء انسنت وما حدا يعرف انه ايش؟ انه عمالي انا بودي داتا. هاي بنسميها ايش؟ انفورميشن هايدنج. الها شكلين اساسيات. الشكل الاول بنسميه
ووتر مارك بشكل ثاني بنسميه ستيجنوغرافي. تمام؟ لحد الآن الأمور تمام يا جماعة؟ في أي سؤال؟ طيب إذا عندنا نوعين، عندنا ووتر ماركس وعندنا ستيجنوغرافي. خلينا نحكي عن ووتر ماركس بالأول، بس مش ديجيتال ووتر ماركس، الفكرة الأساسية إيش هي، بعدين بنروح على ديجيتال ووتر ماركس. حدا بيقدر يعطيني على مثال على ووتر مارك عمره شافه؟ أنا بعرف إنها بتكون على الإيمجز بتكون، بس غير هيك ما بعرف شو معناها. كيف على الإيمجز بتكون؟ إنه على إنه مثلا شركة بتعمل ستوك إيمجز، بتعمل عشان تميز بين الصور اللي مدفوعة اللي لها نعم اللي حاجة مصاري واللي بس كشوكيس، يعني قصدي إنه تحط عليها ووتر مارك، وإذا اليوزرز بدهم يدفعوا حقها بشيل الووتر مارك زي هيك مثلا. كيف شو يعني ووتر مارك؟ ايش هو الووتر مارك اللي بحطوه يعني؟ دكتور هو ايدنتيفاير ممكن؟ اوكي ممكن يكون تعريف لها انها ايدنتيفاير مثلا، ممكن شغله زي هيك. هسا اشهر مثال موجود عندنا اياه والكل بتعمل فيه اللي هي المصاري، ورقه الليره او الخمسه او العشره او العشرين او الخمسين. لو مسكتوا المصاري الورقيه حطيتوها بالشمس شو بتشوفوا؟ حدا عمركم منه جرب منكم جرب؟ دكتور بيكون فيها الووتر مارك الخط، غير الخط بيكون فيه صوره مخفيه. الصوره مخفيه ايوه بالضبط. الخط والصوره المخفيه هذا بسموهم ايش؟ ووتر ماركس. فبالعاده الووتر ماركس هي عباره عن زي ما حكى زميلكم معلومات بنضيفهم حيث انه تعطيني تحكي لي شوي عن ايش؟ عن شو الشغله اللي احنا حاطين عليها الووتر مارك. اوكي؟ خلينا نحكي الشيء المحسوس زي ما حكينا المصاري. وممكن اذا عمكم شفتوا اوراق بتكون مثلا اوراق سريه مكتوب عليها بشكل قطري بلون رمادي فاهي نوعا ما، مثلا ممكن يكون مكتوب عليها توب سيكريت او فور يور ايز اونلي او بغض النظر او درافت. اوكي؟ كل هاي الشغلات ممكن نعتبرها كايش؟ كووتر مارك. هسه هذول كنا نحكي على ارض الواقع الشيء الملموس المحسوس. كديجيتال سيستم نفس الشيء بضيف ووتر مارك. اوكي؟ عمره حدا منكم شاف مثلا موفي وعلى الزاويه اللي تحتانيه او واحده من الزوايا بتاعت الفيلم زي مربع وفاهي ومغبش نوعا ما؟ حدا منكم عمره شاف شيء زي هيك؟ هذا اوكي بكون... هاي بتكون ووتر مارك موجوده. ووتر مارك بتكون تحكي لي انه والله هاي النسخه اشتراها فلان فلاني بالتاريخ الفلاني مبلغ كذا مش عارف ايش. اوكي هاي بتكون ايش؟ ووتر مارك. وحاولوا اللي سرق النسخه يلعب بالموضوع ويخبيها مشان ما ينعرفش من وين مصدر الليك. اوكي فالووتر مارك ممكن تكون انالوج عادي وضع طبيعي، ممكن تكون ديجيتال. احنا هون اهتمامنا بالديجيتال. اوكي فمثلا بحكي لك اكزامبل اد انفيزبل كديجيتال سيستم زي ما حكينا الفيلم هسه مثال. مثال ثاني اد انفيزبل ايدنتيفاير تو داتا، انه يحكي لي والله هاي الداتا ايش هي ومن وين جايتني مين اشتراها. بيضيفوها بالعاده على الميديا اكثر شيء، سواء كان فيديوز او اوديو او بغض النظر. تمام. استيجنوغرافي هي نوع فن من انواع الانفورميشن هايدنج، راح نحكي عنها بعدين، هسه ما بدنا نحكي عنها ايش هي استيجنوغرافي. اوكي؟ ففعليا ووتر مارك ادز ا مارك اديشنال داتا للميديا. الها نوعين او الها خلينا نصنفها بطريقتين، الطريقه الاولى نسميها فيزيبل او انفيزيبل. فيزيبل ووتر مارك او انفيزيبل ووتر مارك. فيزيبل ووتر مارك حدا منكم عمره استعمل الابلكيشن على التليفون اسمه كام سكانر؟ دكتور اوكي لما تاخذ صوره لدوكيومنت معين وتظبطها شو بحط لك على الورقه من تحت؟ بكتب اسم البرنامج اظن او اسم التطبيق. بالضبط بحط لك جنريتد باي كام سكانر، يمكن احط لك التاريخ. اوكي هاي الجنريتد باي كام سكانر اللي هي الووتر مارك، فيزبل ووتر مارك بكل بساطة. مشان إذا مسكته وديته لواحد ثاني بعرف إنه استعملت شو اسمه؟ هالديفايس، وبالتالي هو نوع من أنواع الدعاية نوعاً ما له. لكن إحنا نحكي
عن ابسط صور الووتر مارك. في نوع ثاني اللي هو بنسميه الانفيزبل ووتر مارك، اللي بتكون موجوده بالميديا ما بشوفها انا، فيها معلومات عن النسخه نفسها، مين اشتراها، ايمتى اشتراها، من وين جابها، من الحكي كلياته. اوكي، النوع الثاني او التصنيف الاخر للووتر ماركس بسموه فريل او روبست ووتر مارك. الفريل ووتر مارك اذا حاول الاتاكر انه يغير عليها ويعدل عليها ومش عارف ايش، تتدمر، ما حدا بيقدر يقراها بعدين. طبعا ممكن استفيد منها انه انا كيوزر للسيستم او للميديا، اذا شفت الووتر مارك ما تنقرا، اوكي، بعرف انه واحد حاول يعدل عليها وبالتالي ببعد عن الموضوع، اذا بدي ابعد عن الموضوع. الروبست ووتر مارك اون ذا اذر هاند، حتى لو حاول الاتاكر انه يغير عليها ويعدل عليها ويضربها ما بتنضرب، ترجع بيرجع بيعملوا لها ريكونستراكشن مره ثانيه. تمام، هاي النوعين اساسيات، فيزبل انفيزبل، روبست وفريل. لحد هسه اي سؤال؟ طيب طبعا انا لما اجي ابني الووتر مارك تاعتي بدي اياها، بدي اقرر هديها فيزبل ولا انفيزبل، فريل ولا روبست. فممكن احكيها مثلا انا بدي فيزبل روبست ووتر مارك، او انفيزبل روبست، او فيزبل فريل، او انفيزبل فريل، فاي كومبينيشن بيناتهم. تمام، فبالعاده مثلا على الديجيتال ميوزك كاوديو او كفيديو بضيف انفيزبل، لانه انا ما بدي شيء يعدل ويغير لي بشكل الفيديو او الاوديو، بحطها ايش روبست، بحيث انه اذا اي واحد حاول يعدل وانسرقت النسخه اقرا مثلا ال شو بسموه الووتر مارك واروح وعارف والله هاي مين اللي جابها، ومن هناك بحاول احذر واعرف مين اللي او كيف صار الليك للداتا تاعتي. اوكي، فكمان فريل انفيزبل نفس الشيء، اذا تدمرت بعرف انه واحد حاول يعدل عليها، او اذا خربت بعرف انه واحد حاول يعدل عليها، وبالتالي نفس الشيء ببعد عنها وما بقرب عليها، زي ما بحكي بعد عن الشر وغنيه، لانه ممكن يكون في شيء قضائي بالموضوع، شيء اللي يضرني، فبالتالي ببعد عنها، خاصه انه قوانين حمايه الملكيه الفكريه يعني قوانين جدا قاسيه اذا مسك الواحد. تمام، هاي بالنسبه لايش؟ للووتر ماركس. طبعا اخذنا عليهم مثال المصاري، بعض الناس تحكي لك انه ممكن اذا انا عملت ديزاين للووتر مارك بطريقه صحيحه، يعني فهم بحكي لك 1 inch squared water mark it contains enough information to reconstruct the entire image, the entire photo. يعني ممكن ارجع ابني صوره كامله من ايش؟ من الووتر مارك، فيها information كافيه حيث انه ابني ايش؟ الصوره كلها. اوكي؟ في اي سؤال على الووتر مارك؟ اي شيء مش واضح؟ الامور كلها تمام؟ دكتور؟ نعم. عادة تعيد السلايد اللي قبل بس لانه الصوت راح. ايش سلايد؟ مصاري؟ لا، اللي قبل هذا السلايد. سلايد 98. بحكي لك هون في عندنا امثله على الووتر ماركس وين بستفيد منهم. فبحكيك مثلا اذا انا بضيف على ميديا معين، سواء كانت الميديا اوديو او فيديو، يعني منطقيا اضيفهم انفيزبل ووتر ماركس. هسه ممكن تكون روبست، ممكن تكون فريل. بحاله الفريل انه ممكن انه ينكسروا بكل بساطه، بعرف انه والله في اتاك هون صار عندنا اياه، واحد حاول يخرب، فممكن الفيديو او الاوديو ما يكون صحيح 100%، فببعد عنه. يعني هاي فائده الفريل ووتر مارك، ممكن تخرب، ممكن تتدمر. On the other hand، إذا كان robust ممكن أستفيد منها، إنه حتى لو حاول الأتاكر إنه يغير على الووتر مارك، برجع بقرأها مرة ثانية وبعرف مين المصدر الأساسي، أوكي، للليك، وبروح عليه من خلال الانفورميشن الموجودة أنا عندي وين بالووتر مارك. تمام؟ أوكي. النوع الثاني لانواع الانفورميشن هايدنج اللي هي السيجنوغرافي. كيف بلشت فكره السيجنوغرافي؟
بلشت ايام اليونان بالزمانات، اجا واحد اسمه هيرودوتوس، شو عمل؟ حكى لك انا بدي اودي معلومات وما بدي حدا يعرف انه انا فعليا عم بوديها، فجاب عبد من العبيد اللي عنده اياه وحلق له شعره على الصفر، على راسه من فوق ايش عمل؟ ضرب وشم، كتب الرساله كلها على راسه، استنى له اسبوع اسبوعين لحد ما طلعت شعراته، بعدين حكى له روح للجهه اللي المفروض يروح عليها. اي واحد من الاعداء ماسكه على الطريق ما راح يعرف انه في شيء على راسه مكتوب، تمام؟ وشو صار؟ وصل لعند الجهه الثانيه، حلقوا له شعراته، قرأوا الرساله، الامور كلها تمام تمام. اوكي؟ هاي هيستوريكلي كيف بلشت عندنا فكره السيجنوغرافي. هسا عندنا هون بيعتمدوا على ايش؟ على فكره الالوان الموجوده واذا احنا ممكن نستغل هالفكره كالاتي: لو نتفرج على اي صوره البيكسلز الموجوده فيها هي عباره عن 24 بت، عباره عن 3 كومبوننتس: ريد، جرين، بلو. الريد 8 بت، الجرين 8 بت، البلو كمان 8 بت. اوكي؟ قيمهم من 0 ل 255، كل واحدة منهم 8 بت ان سايند انتجر، من 0 ل 255. فبحكي لك خلينا ناخذ اكزامبل الاول، كتبوا تكست اسمه ذيس كلر وعدلوا على الفونت كلر زي ما انتم شايفين 7E5290، اعطاني لون اللي هو بعرف لون بيربل شوي. اجوا عدلوا على شو؟ على الموست سيجنيفيكانت بت بالريد كومبوننت، شو اعطاني؟ اعطاني تحتيه اللون، شايفين انه مختلف صح ولا لا؟ شو يا جماعه، مختلف ولا نفسه؟ مختلف دكتور. تمام، لانه غيرنا على الموست سيجنيفيكانت بت، على الشيء الاساسي. لو اجيت حكيت لا انا بدي اغير على الليست سيجنيفيكانت بت، فتفرجوا على الاكزامبل الثاني بحكي لك الريد اي بي والجرين 33 والبلو اف 0. الاف 0 للسكند لاين غيرها لاف 1، يعني غير بس 1 بت. اللون شو ضل؟ نفس الشيء. للعين البشريه انا ما راح اشوف اي اختلاف، ولكن ككمبيوتر بشوف انه عنده ايش؟ في داتا مختلفه. واذا انا كاتب او استغلت هالفكره ممكن اعمل ليك لداتا، ممكن اودي داتا بدون ما حدا يعرف ان انا فعليا عم بوديها. فالمثال كالاتي، مثلا خلينا نحكي مثال موجود، هسه راح نرجع للصوره هاي بنحكي عنها، بس ناخذ المثال بالاول. اوكي؟ المثال كاتبين زي 2 4 6 اسطر، الفونت كلر زيروز يعني اسود، وكاتبين هاي هيك هاي الاتش تي ام ال كود موجود تحت. لو جيت بحكي لك انا ما بدي اوديه كاسود اسود، بدي العب بالريد كومبوننت والجرين كومبوننت والبلو كومبوننت بحيث انه اعدل على الليست سيجنفكنت بت من كل واحد منهم. اوكي؟ يعني مع كل بيكسل بودي قديش؟ 3 بت. كل بيكسل بودي قديش؟ 3 بت. فشو صار؟ كالاتي: مثلا بالبدايه اول لاين ودى 0 1 1، ثاني لاين ودى 0 1 0، بعديها 1 0 0، بعديها 1 0 0 كمان مره، بعديها 0 0 0، بعدين 1 0 1. غير باللي سيجنفكنت بيتس. تفرجوا على الاسطر اللي هون اللي بسلايد 106، وتفرجوا على سلايد 105، في بيناتهم اي اختلاف؟ شو يا جماعه؟ لا، لانه انا كعين بشريه ما ميزت اي اختلاف بيناتهم، بس انا قدرت اعمل ليك لشو؟ لباينري سترينج. اوكي؟ وتخيلوا هالحكي، تخيلوا لو هالكود مكتوب لكل كاركتر، مش كل جمله، كل كاركتر زي هيك كتبته انا، كم بت بقدر اودي؟ كميه كبيره. فحسب التكنيك اللي بستعملها ممكن اودي كميه داتا كبيره. نرجع على الصوره قبل شوي، هذول صورتين زي ما انتم شايفين نفس الشيء. اليس في بلاد العجائب، اليس ان وندرلاند. الصوره اللي على اليسار الصوره نفسها. الصوره اللي على اليمين هي عباره عن الصوره محطوط فيها جوا ايش؟ البي دي اف فيرجن لروايه اليس في بلاد العجائب كامله. فتخيلوا انه قديش بيقدر يحطوا كميه داتا
ممكن انا اوديها بدون ما حدا يعرف انه فعليا انا عمالي بودي ايش داتا. اوكي، هاي فكره الستيجنوغرافي. في على هاي سؤال دكتور؟ نعم. هلا كيف ممكن احط فيزا هيك بي دي اف بصوره، او كيف ممكن ما اغيرش بحجمها؟ ما هو راح يبين انه حجمها كبير لما ارسلها. لا، نفس الحجم، انا بعوض بت محل بت، ما بضيف، بعوض بت محل بت. يعني حجم الزيرو وحجم ال1 مش نفس الشيء؟ اه نفس الشيء. اذا غيرت زيرو ل1 ولا حطيت 1 محلها زيرو، شو يختلف الحجم؟ هلا انا قصدي انه مثلا الصوره حجمها على اليسار حجمها 2 ميجا، لما يكون بي دي اف حجمه 4 ميجا، لما احطه بصوره زي هيك ما بتغير الكسايز؟ ارجع بحكي لك، بعوض بت محل بت. تمام. كيف بعوض بت محل بت؟ ومو بالبساطه انه بس زي ما حكينا قبل شوي، يعني حكيناها قبل شوي هي عباره عن اكزامبل، بس في عندي اكثر من طريقه لحتى اعمل ايش؟ اضيف انفورميشن، بس مش بس باللي سيجنفكنت بت. اوكي؟ اوكي دكتور. تمام. هاي واحدة من الشغلات. هسا المشكلة الموجودة عندنا اياهم لو اخذنا نفس الميثود اللي هون انه اغير اللي سيجنفكنت بيتس، بالعادة اي تغيير اي ايرور بصير عندي اياه ممكن اثر على اللي سيجنفكنت بيتس اكثر من الموست سيجنفكنت بيتس، بيهتموا بالموست سيجنفكنت بيتس اكثر من اللي سيجنفكنت بيتس، وبالتالي ممكن يتضرر وتضيع الانفورميشن. مثلا لو اجيت انا بعمل كومبريشن للايمج، لو عملت لها ايش؟ عملت لها كومبريشن، تمام؟ بالعاده الكومبريشن بيلعب باللي سيجنفكنت بيتس وما بيهتمش فيهم كثير، فممكن يدمر لي جزء منهم، فبدي اكون حذر ايش؟ طريقه التعامل تبعتي مع الداتا، كيف اوديها وكيف اتعامل معها. اوكي؟ اي سؤال؟ تمام الامور لحد هسه؟ فنهايه الموضوع عندنا اياه، اوكي، السيجنوغرافي لساته موضوع ريسيرش والناس شغالين عليه بشكل كبير. في عندي تولز ممكن تعمل كرييشن، تحط لي تعمل امبيدنج لداتا جوا ايمجز وجوا فيديوز، ممكن موضوع الووتر ماركس كيف اتعامل معهم، هاي شغلات كلها لساتها اندر ايش؟ اندر ريسيرش. تمام؟ الامور اللي حدثت كلها ممتازه. في اي سؤال؟ دكتور لسه بتقدر تحكي عن انه بالنظام هذا نعتبره فراجل مش روبست صح؟ هسا احنا بنتفرج على روبست او فريل من ناحيه اذا انا بدي اعمل اتاك عليها ولا لا، اوكي؟ بس هون مش ووتر مارك، هاي ستيجنوغرافي، برجع بذكر مره ثانيه. اه تمام. هاي ستيجنوغرافي مش ووتر مارك. تمام. اوكي؟ بس انت بتتفرج عليها من وجهه نظر الاتاكر اذا بعمل عليها اتاك ولا لا. اي سؤال اخر يا جماعه؟ في اي شيء مش واضح؟ طيب هيك بنكون خلصنا محاضره اليوم، ما بدي ابلش موضوع جديد معكم. المحاضره الجايه ان شاء الله راح نبلش نحكي عن فكره اللي هي الاوثنتيكيشن، كيف بدي اتاكد الايدنتيتي للطرف اللي امامي شو هي. اوكي، راح نحكي عن الباسورد، طبعا مش كله المحاضره الجاي، لكن بشكل عام الايام القادمه عن الباسورد، عن البايومتريكس، عن الكارد، عن الاكسس كنترول، كيف نعمل اكسس لشيء معين، هالحكي كله. اوكي، يعطيكم العافيه، ان شاء الله بنشوفكم بكره. دكتور بس معلش سؤال. نعم. راجعت علامات الكويزات او انه لسه؟ لسه ما راجعتهم، مش بس زي ما حكيت لكم اذا بدي اراجعهم هذاك راح ارجع اراجع الاجابات. السؤال اللي ما فيش غير هذاك السؤال يعني اللي فيه مشكله بعدله بصلح للكل مره ثانيه. تمام، يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيك. غيره في اي سؤال؟ طيب يعطيكم العافية وإن شاء الله نشوفكم بكرة.